أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا لك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصر وإلى ربك ارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ارغب. الله أكبر. سورة الإخلاص ده بالتالي. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا اله الا الله لا سيدي ومولاي سيدي يا رسول الله يا رحمة للعالمين
النبي الصديق سلمان قاسم جعفر طيفور أبو الحسن أبو علي يوسف أبو العباس عبد الخالق عارف محمد علي محمد بابا السماسي سيد أمير الكلاني خاجة الدين نقشبند علاء الدين يعقوب عبيد الله محمد زايد درويش محمد خاجة الهكلكي محمد الباقي أحمد الفاروقي محمد معصوم سيف الدين حبيب الله عبد الله الشيخ خالد الشيخ اسماعيل خاص محمد الشيخ محمد افندي الراي سيد جمال الدين ومكرم حسين ابو احمد السهولي ابو محمد المدني سيدنا الشيخ شرف الدين الداستاني سيدنا مولانا سلطان اولياء سيدنا شام الله فاز الداستاني سيدنا مولانا سلطان اولياء سيد الشيخ محمد ناصر الحقاني شهادة الفرداني يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني إمام العارف في أمان الحق بسبب المتكلمين عبد الله السخاوي عارف الطيار المعروف ومن حاضر الكرم وأوصل أنا ويا صاحب الزمان ويا صاحب النور منصور يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل يا عزرائيل يا مكرم يا ملك يا سيدنا طبيب القلوب سيدنا عيسى يا ميا وأروع الشيخ الفردي يا مرسل يا بائي والأنصار يا ويس القرى يا سيدنا أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان ثم علي يا سيدنا فاطمة الزهراء يا سيدنا خديجة الكبرى يا سيدنا الحسن وسيدنا الحسين يا بدلاء يا مجبا يا ركبا يا متأذي أخيار يا مسلم الجنع عموما يا حياة الأولياء ذرات الأولياء البرد المجتمعون يا سادات النقشبندين يا سائر طريقة الأئمة رجال الله أعينونا بعون الله وكونوا عونا لنا بالله سنحظى بفضل الله رجال تدبرته ورضيته بإجرائه جميعا يا سيد يا رسول الله يا رحمة للعالمين ما كان من عون بيني وبينك في يوم الأسر بكل قول قد تدبرته ورضيته بإجرائه جميعا يا سيد يا سلطان يا شيخ الله فهذا الثاني هذا كان من عون بيني وبينك في يوم الأسر بكل قول قد تدبرته ورضيته بإجرائه جميعا اللهم يا ربي يا الله كما لقنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد لقنا سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا أبو بكر الصديق لقنا سادات النقشبندية وكما سيدي شيخ الله فاز الدرساني سيدي شيخ محمد نازل الحقاني لقنا يا ربي يا الله 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 وصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار وصلي عليه ما اختلف الملوان وتعاقب العصر وكرر جديدا واستقبل الفرقان وبلغ روحه وارواحه لبيته من التحيه والتسليم على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى كل دارة ألف ألف مرة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وقدوس ربنا ورب الملائكة والروح. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أستغفرك من كل مذنب تبت عنه إليك ثم عدت فيه، وأستغفرك من كل ما أردت به وجد فخارة فيه ما ليس فيه رضاه، وأستغفرك للنعم التي تقويت بها على معصيتك، وأستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يطلع عليها أحد سواك، ولا يسع إلا رحمتك، ولا تنجي منها إلا مغفرتك وحلمك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب ظلمت به عبادك، فأيما عبد من عبادك أو أمة من إيمائك ظلمت في بدني أو عرضي أو مالي فأعطني من خزائنك التي لا تنقص، وأسألك أن تكرمني برحمتك التي وسعت كل شيء، ولا تهينني بعذابك وتعطيني ما أسألك، فإني حقيق برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله النور، نور على نور، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وأنزل التوراة على جبل الطور في كتاب مسطور، الحمد لله الذي هو الغني مذكور بالعز والجلال مشهور، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هم الذين كفروا بربهم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد حاميم عين سين قاف، إياك نعبد وإياك نستعين يا حي يا قيوم، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يا كافي كل شيء اكفني واصرف عني كل شيء، انك قادر على كل شيء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم يا كثير النوال ويا دائم الوصال ويا حسن الفعال ويا رازق العباد على كل حال. اللهم ان دخل الشك في ايماني بك ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ان دخل الشك والكبر بتوحيدي اياك ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا اللهم ان دخلت الشهود في معرفتي اياك ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ان دخل الرجل والرياء والكبرياء والسمعه في علمي ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ان جرى الكلم على لساني ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إن دخل النفاق في قلبي من الذنوب الصغائر والكبائر ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أثنيت إلي من خير ولم أشكره تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما قدرت لي من أمري ولم أرضى ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما أنعمت علي من نعمة فعصيتك وغفرت عن شكرك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ما مننت به علي من خير فلم أحملك عليه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما ضيعت من عمري ولم ترضى به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بما أوجبت علي من النظر في مصنوعاتك وغفرت عنه ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم قصرت عنه آماني في رجائك ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اعتمدته على أحد سواك في الشدائد ولم أعلم به تبت عنه وأقول لا إله إلا الله. اللهم استعنت بغيرك بالشدائد والنوائب ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ان زل لساني بالسؤال لغيرك ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ما صر عن شاني بفضلك ورايت من غيرك ولم اعلم به تبت عنه واقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم بحق لا إله إلا الله وعزتي وبحق العرش وعظمتي وبحق الكرسي وسعتي وبحق القلم وشريتي وبحق اللوح وحفظتي وبحق الميزان وخفتي وبحق الصراط ورقتي وبحق جبريل وأمانتي وبحق رضوان وجنتي وبحق مالك وزبنيتي وبحق ميكائيل وشفقتي وبحق إسرافيل ونفختي وبحق عزرائيل وقبضتي وبحق آدم وصفوتي وبحق شعيب ونبوتي وبحق نوح وسفينتي وبحق إبراهيم وخلتي وبحق إسحاق وديانتي وبحق إسماعيل وفديتي وبحق يوسف وغربتي وبحق موسى وآياتي وبحق هارون وحرمتي وبحق هود وأئمتي وبحق صالح وناقتي وبحق لوط وهجرتي وبحق يونس ودعوتي وبحق دانيال وكرامتي وبحق زكريا وطهارتي وبحق عيسى وسياحتي وبحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعته أن تغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولعلمائنا وأن تأخذ بيدي وتعطيني سؤالي وتبلغني آمالي وأن تصرف عني كل من عاداني برحمتك يا أرحم الراحمين وتحفظني من كل سوء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم الله لا إله إلا أنت يا الله أستغفرك وأتوب إليك فاستجبنا له ونجينا من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وحسبنا الله ونعم الوكيل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم ثم نقول اللهم إنا نسألك بمشاهدة أسرار المحبين وبالخلوة التي خصصت بها سيد المرسلين حين أسريت به ليلة السابع والعشرين أن ترحم قلبي الحزين وتجيب دعوتي يا أكرم الأكرمين وبجاه يا رب يا الله ليلة النصف من شعبان وبجاه رمضان أن تجيب دعوتنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمن يا رحيم يا مستعان يا الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر يا عثمان يا علي يا حسن يا حسين يا يحيى يا حليم يا الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شهامة الفردان يوسف الصديق عبد الرؤوف اليماني إمام العارفين أمان الحق بسر المتكلمين عم الله السخاوي عارف الطير المعروف ورحم بران الكرماء غوث الأنام ويا صاحب السماء ويا صاحب العنصر يا ربنا يا الله يا الله مرحبا اهلا وسهلا يا شهر رمضان مرحبا اهلا وسهلا يا شهر القران مرحبا اهلا وسهلا يا شهر النور مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الاجتماع مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الفقراء مرحبا اهلا وسهلا يا شهر التوبه والرجوع مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الدعاء والوقوف مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الفقراء والضعفاء مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الاحسان مرحبا اهلا وسهلا يا شهر العصاة مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الفوز والفلاح مرحبا اهلا وسهلا يا شهر المناجاة والتسبيح مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الدعوة والارشاد مرحبا اهلا وسهلا يا شهر التراويح والقيام مرحبا اهلا وسهلا يا شهر المصابيح والقناديل مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الخزائن والكنوز مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الملائكة والسلام مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الافطار والسحور مرحبا اهلا وسهلا يا شهر المثيرة والاصل مرحبا اهلا وسهلا يا شهر العتقاء مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الاجر والجزاء مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الصبر والصيام مرحبا اهلا وسهلا يا شهر السعادة مرحبا اهلا وسهلا يا شهر المفتاح مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الوصل والوصال مرحبا اهلا وسهلا يا شهر الوداد والمحبة مرحبا اهلا وسهلا يا سيد الشهور لم نعرف قدرك ولم نحفظ حرمتك يا شهر الغفران فارض عنا ولا تشكو منا الى الرحمن وكن شاهدا لنا بالفضل والاحسان وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا نوينا أن نصوم أن نصوم شهر رمضان شهر رمضان من أوله من أوله إلى آخره إلى آخره فرضا علينا فرضا علينا نصوم نصوم إيمانا إيمانا واحتسابا واحتسابا إن شاء الله إن شاء الله نكون من الصائمين من الصائمين لقاء صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله اكبر الله اكبر صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه